أخبار اليوم. نتكلم عن موضوعنا هنا وعن البرنامج بتاع مجدي الهواري وتشجيعه وشياكته في كمية النجوم فأنا بحييه يعني وبتمنى له التوفيق، وأنه مجدي عايز يعمل سبوت لايت على الأماكن السياحية في مصر من خلال عمل إعلامي تلفزيوني، يعني يعتبر جوه كاتيجوري البرامج بس يعني مهم جدا. فأنا بشكره وبقول له يا مجدي احنا جايين اهو تمام وربنا يوفقك دايما ويلا بقى السينما بقى. مجدي شيك قوي في الانتاج وفي كل حاجه الحقيقه، يعني انا بحييه، افتقدناه وانا افتقدته كمنتج، يعني ليه عارف انت فخم، عارف الفخامه، يعني راجل كده جميل واللوكيشن بيبقى جميل وستايل تاني خالص. مجدي الهواري في الانتاج شيك جدا، بيصرف حوالين الفيلم يعني اكتر من على الفيلم، يعني فاهم ازاي؟ تكلفته كبيرة جدا في إنتاجه، وإنتاج سخي جدا وشيك جدا زي الأمريكان. يعني مجدي الهواري دايما صاحب مشاريع كبيرة وصاحب نجوم وشارك في أعداد نجوم كبار جدا، وهو أول واحد يتشجع لأحمد حلمي ومحمد سعد. فمجدي الهواري يعني مش سهل، يعني منتج ذكي جدا، يعني الناس بس ما تنساش، يعني الوقت بيعدي لكن الناس ما تنساش مين، وعيال حبيبة وحمادة لا مجموعة والباشا تلميذ، ايه عم لا مجدي ما شاء الله، يعني عامل سينما شيك وعايشة ولحد دلوقتي الناس بتشوفها وبتضحك. ومع مين؟ احمد عبد الله، يعني اخطر سيناريست جابته مصر واحمد عبد الله. بس مهم جدا تحط الكلام اللي على مجدي، لان ده يوم مجدي مش يوم ان احنا نتكلم عن مسلسلات وحلزونات. تحياتي.